وفي إطار تلبيته لدعوة صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوقيورك للمملكة المتحدة، زار أعضاء مجلس أمناء مركز الملك حماد العالمي للتعايش السلمي برئاسة السيدة بيتي ماثيسون نائب رئيس المجلس، السيد ريك ماكولي رئيس المجلس الأوروبي للمنظمة العالمية لحرية الأديان، وذلك من أجل تبادل الأفكار والرؤى حول آفاق التعاون بين الجهتين، حيث عرض كل طرف نبذة عن أهدافه وخبراته وأبرز الخطط المستقبلية. وقد أعرب السيد ماكولي عن إعجابه بالتجربة البحرينية الرائدة في التعايش والانسجام الديني والمذهبي والعرقي التي تجسدت على أرض الواقع، مشيدا بمستوى الانفتاح الفكري وقبول الآخر وإعجابه الكبير باحتضان أكثر من 20 ثقافة متنوعة تعيش في سلام ووئام ضمن حقوق مصانة لكل من يعيش على أرضها تحت مظلة قانونية متينة تعكس صورة حقيقية لرؤية قائد واصل نهج الأباء والأجداد في التمسك بقيم الإنسانية والتسامح، وذلك ما ينم عن حضارة عريقة. نحن هنا من أجل مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. أجرينا حوارا مفيدا وملموسا للغاية وتعرفنا على رسالتهم، ونأمل أن يكون لدينا نفس الرسالة لنشرها في جميع أنحاء العالم للتدليل على أن مملكة البحرين بلد مسالم جدا. هذا المركز تعلمنا منه كثيرا، وخاصة في ظل توجيه وقيادة ملك البحرين، نفتخر بكوننا جزءا من هذا المركز.